نابم منو؟ أنا سعدون نابم. منو أنت؟ سعدون. سعدون يا سعدون. ها سعدون صديقي. تعال يعني تعال. إيه سعدون. هلا سعدون. هلا 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 هلا. شلونك؟ هلا سعدون. شلونك؟ هلا جابك. أقول لك يرحم أمك. إيه الفلوس اللي أخذتها من عندي وينها؟ اي غير على اساس اسوي بها البيتونه، مو قايل لك انا ما سويتوها؟ لا لا جايك بالتفاصيل هسه احكي لك حتى تفهم. اسمعني، انا رحت لابن عمي زهير ابن عمي السمين، ايش بيك تتذكره؟ اي رحت عليه، خطيه طلع لي بالبجامه البازه والفانيله، البجامه البازه صينيه نوع جيد يعني ام الخطين تتذكرها، وخطيه على ما اتذكر لابس نعال سمائي على اصفر مقطوع من جهه اليسرى، مسكين بس شنو من يمشي يطقطق النعال يطقطق، انا قلت ليش يطقطق النعال؟ سالته اول حرج من عندي بس عرفت حصوية صغيره هيش لازقه بالنعال، هيش صغيره حصوية اي بس ها شوف قد هاي قد هاي حصان شعلي بالحصوية لا تشمرها مال ابن عمي النعال ابن عمي زهير لا تشمرها اي شو عليه بالنعلاني؟ اي المهم بدي احكي لك، غير تفهم؟ خليني احكي لك. يلا احكي. سلم علي هاي كان يطلع عمي. زين. طلع عمي شو كفخني؟ جرني قال لي امشي لك، شنو واقف هنا؟ شو سوينا بالمنطقة؟ مو عيب واقف، تعرف انا متزوج والبنات علي هيك يعني. هسه دخلت البيت عمك ولا لا؟ يا اخي لا تستعجل، غير بدي احكي لك التفاصيل حتى تفهم. دخلنا. يلا. دخلني قعدنا سولفنا، المهم شنو قلت لعمو؟ شوف انا جايك بشغله، اريد زهير، زهير يروح يعاونني بموضوع البيتونه، نريد نصلحها، لان البيتونه شنو؟ يعني من جهه اليمنى مفطره وواقعه اربع طوابق، الطابوقه الخامسه يعني على وشك ان تقع على راسي، فلازم نصلحها، ولو ما طابوق قديم من النوعيه القديمه يعني من هذا الاصلي كان واقع البيتونه على راسي، واني كل شتاء اباطه اقول راح توقع البيتونه على راسي. يا طب هطوبها توقع، فلوسي وين؟ هسه جايك بالتفاصيل يا اخي، ليش تستعجل انت غير؟ انا شو علي بهاي التفاصيل؟ لك بابا اريد فلوسي وين؟ لك انت ليش تسال اذا ما تريد تفهم؟ انت بالاساس ما تريد تفهم، لا تسال، لا تجيني لحد. لك بعد تجيني انا، شنو رايك؟ والمعلوماتك احنا ما راح نسوي البيتونه. اطب هسه انا على الوالدي هذا؟ بس انا من اخذ فلوسي؟ من البيتونه؟ وين اروح؟ وين اعطي وجه؟ والله ما ادري.